اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وصب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحبا يقربنا إلى حبك، وحب المساكين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم عاملنا بما أنت أهل، ولا تعاملنا بما نحن أهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم، ودارك دار السلام، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه ورفعت مكانه، وقلت يا أعز من قائله سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبيدها حلالا وحراما، ظاهر البرهان، محكم البيان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقال له غدا في الآخرة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المزدهدين في دينهم في كل مكان. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم إنهم قد ضروا وبغوا في البلاد، فأكثروا فيها
الفساد وصب عليهم صوت عذابك يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهل قلوبنا واسل سخائف صدورنا. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك توابين لك مضراعين لك مخبتين إليك أوائين منيبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.